أكرر الترحيب بكم أساتذتنا الأفاضل، شكرا لكم ولقدومكم لهذه الندوة التي نظن أنها بالغة الأهمية من حيث موضوعها ومن حيث توقيتها. في البداية نحب أن نعطي تعريفا صغيرا للصالون الكواكبي، وهو في لقاء الثالث حول موضوع الإسلام والليبرالية. هذا الصالون المنبثق عن مركز الحرمون، والذي يعنى بحوارات الدين والدولة والسياسة، عقد اللقاء الأول هنا وكان حول الحوار الإسلامي العلماني وتناول قضايا عديدة راهنة. لقاءه الثاني كان عبر الشبكة الافتراضية في موضوع الإسلام والديمقراطية، وهذا اللقاء الثالث حول الإسلام والليبرالية. الحوار الذي يريد الصالون أن يدفع به إلى أقصى مدياته حوار كلنا نعلم أنه لا مندوحة عنه، لأن كل محور من المحاور التي يمكن أن تناقش في كل موضوع قد يصرف الإنسان فيها عمره وعمره كله من دون أن يصل إلى النتائج، ولذلك فلا بد من تضافر الجهود وتكاملها وتلاقي العقول وتحاورها. بالطبع مركز اهتمام الصالون فيما يخص وما يريد أن يستخلصه من هذه الحوارات هو الشأن السوري بالدرجة الأولى، الدولة السورية المستقلية، المجتمع السوري وكيفية علاج أدوائه وكيفية انضاجه لكي يكون مجتمعا مستعدا للمرحلة المقبلة والمرحلة الحالية. ولهذا فإن الحوارات التي يعقدها الصالون قلت لكم هي صحيح ستكون في الفضاء الإنساني الكوني العام، في الفضاء الإسلامي والعربي، ولكن بؤرة تركيزه هو الوضع السوري، الوضع الذي يشكل هاجسنا الأول والأساسي. بالطبع كلنا ثقة بأنكم ستضيفون إلى هذه الندوة، إلى موضوع الإسلام والليبرالية بدون شك إضافات جديدة ومهمة إلى الحوار الإسلامي الليبرالي، ولا شك أنكم بقدومكم ومشاركتكم إلينا أيضا قد أضفتم لنا إضافة مهمة وجديدة إلى صالون الكواكبي، إلى مركز الحرمون. الموضوع في شقه النظري قد وصلت إليكم جميعا الورقة الخلفية التي قمت بصياغتها، أعلم أن هناك طغيانا بالشق النظري على هذا، ولكن بصراحة نعنى بالنسبة إلي على الأقل بالشق النظري، لأنني أجد أنه بالغ الأهمية، وأن الحديث من دون تأسيس للمفاهيم حديث لا نفع منه، ولكننا سنظل نسبح في فضاء النظر إذا لم نشتق من هذه المفاهيم، من هذه النقاشات النظرية ما ينفعنا في واقعنا، ما لم نشتق من الإطار النظري ما يمكن إسقاطه، ما لم نستورد من جوف الحوار مشتركات بيننا تساعدنا على أن نصنع شيئا جديدا على أرض الواقع. أكرر شكري لحضوركم ومشاركتكم الغالية علينا، أكرر ترحيبي بكم، وأعطي الكلمة للدكتور حازم نهار مدير عام لمركز الحرمون، شكرا لكم. شكرا أستاذ مناف. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسادة المشاركين الأفاضل بحسب تسلسل أسمائهم الأبجدية: أبو يعرب محمد الحبيب المرزوقي مع حفظ الألقاب، أحمد طعمة، أيمن نور، بكير أتجان، جمال نصار، حسن نافعة، حمادي الجبالي، سعيد ناشد، سليمان شنين، صلاح الدين جورشي، عبد الله تركماني، عبد الوهاب بدرخان، عمر عبد الستار،
فيصل أمين البقالي، كميل شمعون، ليث الشبيلات، ماجد كيالي، مروان الفاعوري، معتز الخطيب، مناف الحمد، ياسين الحاج صالح، ياسين رواشد. كما أرحب بالسادة الحضور من خارج المشاركين، وآمل لهذا اللقاء النجاح والإثراء. أنا كلمتي الافتتاحية هي عبارة عن أسئلة يمكن أن تطرح في سياق الموضوع المطروح اللي هو الإسلام والليبرالية. أود في هذه الجلسة الافتتاحية التطرق باختصار لبعض الأسئلة المتوقعة والمنطقية حول هذا اللقاء الذي يعقد بعنوان الإسلام والليبرالية. السؤال الأول: هل يأتي اللقاء في سياق استعادة لإشكالات بحثت مراراً وتكراراً؟ وما الجديد المتوقع؟ لا شك في أن كل أزمة تفرض على أهلها العودة إلى البدايات أو البديهيات لتطرح أسئلة معروفة لكن في ظل واقع جديد. فأسئلة ما اصطلح على تسميته فيما مضى بعصر النهضة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ستظل تفرض نفسها علينا في لحظات مختلفة. السؤال الثاني: ما علاقة هذا النقاش النخبوي أو النظري بأحوال الناس والواقع؟ وهل يهتم البشر العاديون بين قوسين أو يتأثرون بنقاشات النخب؟ التطرف بجميع أشكاله اليوم الطائفية والعنصرية هو إنتاج نخبوي بدرجة أساسية، فقد كانت الطائفية أحد أسلحة النظم الاستبدادية والعسكرية الرئيسة في تثبيت حكمها، ومعظم القوى السياسية في المنطقة لها ارتكازات طائفية على الرغم من تسترها بشعارات تقدمية. وقسم لا بأس به من المثقفين تكشفت حداثتهم عن علمانيات طائفية بعد الربيع العربي، ومعظم بين قوسين رجال الدين من جميع الطوائف طائفيون، ما يعني أن مصدر الطائفية مؤلف من أربعة أركان: السلطات الحاكمة، القوى السياسية، المثقفون، رجال الدين. فالبشر بين قوسين الطبيعيون أو العاديون ليسوا مصدر الطائفية ولا من منتجيها. من جانب آخر، فإن للنخب الواعية والمنظمة دور مهم في حركة الواقع والتاريخ، فإذا ما كانت متوافقة على جملة من القيم والأساسيات فإنها ستؤثر بالضرورة في حياة الناس وآمالهم وتطلعاتهم. السؤال الثالث: هل يمكن للحوارات الجديدة حول القضايا القديمة أن تتخلص من العيوب التي اعترتها في مناسبات سابقة عديدة؟ في الحقيقة ثمة عيوب عديدة في نقاشاتنا وحواراتنا، لعل أهمها ثلاثة. الأول: أنها تجري في ساحة الأيديولوجيا لا الفكر، حيث يتمسك أغلبنا بفكرة الانتصار لأيديولوجيته التي لا يأتيها الباطل أبدا. والثاني: أنها، أي حواراتنا، تستجيب وتتأثر بالسياسة وضغوطاتها ومصالحها وتوازناتها أكثر من الإخلاص للحقيقة. والثالث: أنها تنشغل في الآن واللحظي والمؤقت والعابر على حساب التاريخ والاستراتيجي. للأسف ما زال المعتقد هو العنصر الأساس في تقويم البشر والتجارب وفي النظر السياسي، وهذه الطريقة في التفكير تخلق معسكرات متعادية بين القوى والأيديولوجيات على حد سواء، فضلاً عن زيف الرؤية السياسية وخطأها.
السياسة والممارسة الديمقراطية في أي بلد تؤدي بالضرورة إلى تضييق دور الأيديولوجيات والمعتقدات الدينية وغير الدينية في الخيارات السياسية، وتصبح النجاحات السياسية والاقتصادية هي الحكم والفيصل في خيارات البشر، وهذا ما لم تدركه القوى الإسلامية المعتقدية والقوى العلمانية الأيديولوجية في بلداننا. وجدير بالذكر أنه كلما كان الواقع القائم استبدادياً وطارداً للممارسة السياسية كلما اشتدت النزعة الأيديولوجية والتعصب العقائدي أو الديني، وفي المآل كلما ضمر الإحساس بالوطن وبأهمية الدولة الوطنية. في سياق الحديث عن الفكر والأيديولوجيا، الأيديولوجيا منظومة فكرية انغلقت على نفسها وكفت عن النمو والتقدم وانقطعت، من ثم صلتها بالواقع، بينما الفكر مفتوح باستمرار على التطور مع تغيرات الواقع. تنظر الأيديولوجيا إلى الواقع على أنه مؤلف من لونين، أسود وأبيض، فيما الفكر يرى الواقع مؤلفاً من ألوان لا حصر لها. الأيديولوجيا ترى أن الحقيقة مطلقة وثابتة، أما الفكر فيراها نسبية ومتغيرة. الأيديولوجيا تعتمد على الحدس والتقريب والعموميات والشعارات، أما الفكر فيعتمد على التحليل والتركيب والتحديد والتفاصيل الدقيقة. الأيديولوجيا تنطلق من الرغبة والشعور والمعتقد، فيما الفكر ينطلق من الوقائع والمعطيات القائمة. الأيديولوجيا تقريرية، والواقع في منظورها معطى نهائي، بينما الفكر يقوم على منهج تحليلي ويكتشف الواقع تدريجياً مع تقدم المعرفة البشرية. الأيديولوجيا تبعث على التعصب لأنها إثبات لا يقبل النفي، أو يقين لا يقبل الشك، وواقع أو وضع قائم ينفي الممكنات، فيما الفكر حركة نمو وتغير. الأيديولوجيا ثبات وسكون وتخشب وتحجر، وتجيب إجابة واحدة نهائية، بينما الفكر يتساءل ويسائل ويبحث عن إجابات عدة للمسألة الواحدة. السؤال الرابع: هل تنحصر المشكلة الثقافية السياسية في المنطقة العربية في العلاقة بين الليبرالية والإسلام، أو بين الليبراليين والإسلاميين؟ في الواقع إن الحركتين القومية والشيوعية الاشتراكية، على الرغم من تناقضهما الظاهري مع الحركة الإسلامية، إلا أنهما تشتركان معها بعناصر واحدة: تغييب الواقع، الانطلاق من الماضي فحسب، نمط تفكير معتقدي مغلق، الاستبداد. فالحركتان طرحتا شعارات حديثة بمنهج تفكير تقليدي، وكانت الحركة القومية العربية في العموم حركة عنصرية تنهل من أساليب الإنشاء والخطابة كل علومها، فيما الشيوعية العربية مجرد أيديولوجيا اقتصادية مبنية على عقل تقليدي متخلف، وتكرر ببغائياً مقولات الشيوعية السوفيتية. وغاب عن الحركتين العنصر الأهم، أي الفكر، الذي من دونه لا يمكن قراءة الواقع والتاريخ، وهو ما جعلهما لا تفرقان بين الاستعمار الغربي والثقافة الديمقراطية، ووضعتهما في سلة واحدة. وفي الحقيقة من الممكن فقط للقومي أو الشيوعي الذي أنجز بلده ثورة ديمقراطية أن ينتقد الديمقراطية البرجوازية أو الليبرالية، وغير ذلك فإن نقده لها يكون إما غبياً أو ماكراً، على حد تعبير ياسين الحافظ. معنى ذلك أن هناك نقصاً ليبرالياً لدى الأيديولوجيات الثلاث الكبرى التي سيطرت على المشهد طوال 100 سنة الأخيرة، أي الأيديولوجيا القومية العربية، والأيديولوجيا الاشتراكية الشيوعية، والأيديولوجيا الإسلامية، حتى أنها تتشابه جميعها في منهج التفكير وتختلف في الطقوس والشعارات فحسب.
هل يمكن أن نقفز خطوة نحو الأمام فنقول مثلما إن واقعنا في حاجة إلى إسلام ليبرالي إنجاز التعبير، فإننا أيضاً في حاجة إلى قوميين عرب ليبراليين واشتراكيين شيوعيين ليبراليين. السؤال الخامس، هل يمكن إخراج الحوار الدائر منذ زمن بعيد من دائرة الثنائيات المغلقة والإجابات النهائية والحاسمة حول العلاقة بين الإسلام والليبرالية؟ أي هل هناك تناقض حتمي بين الإسلام والليبرالية؟ أم أنه يمكن إقامة تأليف فكري وسياسي خلاق بين مبادئ الإسلام الأساسية وقيم ومرتكزات الليبرالية؟ هل من الممكن بلورة ليبرالية إسلامية؟ وهل هناك حاجة إليها أصلاً؟ هناك من يرى أن الإسلام والليبرالية سيظلان في صراع دائم واختلاف ومواجهات صريحة وخفية، وهناك في المقابل من يعتقد أن التوفيق بين الليبرالية والإسلام غاية سهلة التحقيق. فالمعوقات كثيرة، خصوصاً أن الحوار يحدث تحت ضغط الواقع ومصالحه وتوازناته، وفي ظل تعدد مشارب كل منهما أي الإسلام والليبرالية. السؤال السادس، في ظل فوضى المفاهيم والمصطلحات وحالات سوء الفهم الملازمة، هل يمكن وضع قاموس للمفاهيم قبل بدء أي حوار؟ على الرغم من صعوبة الأمر إلا أنه يبقى مشروعاً، فمعرفة المفاهيم والمعاني على حد تعبير عبد الله العروي لا توصل إلى معرفة الواقع، لكنها على الأقل تخلص الباحث من التساؤلات الزائفة، وما أكثر التساؤلات الزائفة في ميدان نقد الذهنيات. السؤال السابع، هل العنوان المطروح الإسلام والليبرالية يقصر الحوار على موضوعي العلاقة، على موضوع العلاقة بين الإسلاميين والليبراليين، أم إنه أبعد من ذلك؟ لا شك في أن للموضوع المطروح علاقة بجميع الإشكالات الفكرية والسياسية في المنطقة العربية. فبعد انطلاق ثورات الربيع العربي ووصول بعض القوى السياسية الإسلامية إلى سدة الحكم في بعض البلدان، طرحت بقوة مسألة العلاقة بين الإسلاميين ونظام الحكم وبعض القضايا المرتبطة بها، العلمانية والإسلام، الديمقراطية والإسلام، مفهوم الدولة لدى حركات الإسلام السياسي، الإسلاميون والأقليات الدينية في المنطقة العربية إلى آخره. جميع هذه الموضوعات مرتبطة عضوياً بموضوع الإسلام والليبرالية، وعلاقاتها جميعاً وثيقة بنقاشات الإصلاح الثقافي والإصلاح الديني، ولا تنفصل عموماً عن مشروع ترسيخ الحداثة السياسية في المنطقة. السؤال الثامن، هل يمكن للليبراليين تجاوز عدد من الإشكاليات الأولية والمتكررة التي تهدم أي حوار سلفاً بين الإسلاميين والليبراليين؟ في ساحة الليبرالية لا بد للليبراليين في معرض تناولهم للإشكالات المتعلقة بالدين في اعتقادي من الحرص على تمييز الدين أو الإسلام من الأيديولوجيات الدينية. فالعقيدة الدينية تتحول بين أيدي البشر فيؤولونها ويفرعونها، ومن الممكن أن يصبح هناك تباعد بين المنظومة والعقيدة، على اعتبار أن المنظومة الثقافية الأيديولوجية الإسلامية قد تكونت عبر العصور قرناً وراء قرن، وتخللتها حالات من الارتداد والانتكاس والتراجع والنمو والنهضة عبر التاريخ، فضلاً عن تأثرها بالمنظومات السياسية والاقتصادية السائدة. ولا بد للليبراليين أيضاً من تمييز الدين من المؤسسات الدينية، خصوصاً تلك المندرجة في تركيبة السلطات الاستبدادية القائمة، وتمييز الدين أيضاً من الطوائف والمذاهب في كل مرة يقتربون فيها من تناول إشكالية الدين في منطقتنا. ولا بد لهم من الاقتناع أيضاً بأن الفلسفة المعادية للاهوت والدين ليست فلسفة، بل هي إلغاء للفلسفة،
فقد ضاع العرب بين موقفين: أيديولوجيا دينية تلجم الفكر، ووضعانية علماوية تلجم بدورها الفكر وتلغي الفلسفة باسم الفلسفة. في الفلسفة إن إزالة الله وإعلاء شأن مقولة المادة مهزلة فعلاً، وهي ضد الفكر. الفلسفة الأوروبية مصدرها أفلاطون ومصدرها الآخر المسيح. أيضاً ينبغي أن يكون دور الدين الإيجابي في تاريخ البشرية حاضراً في الأذهان، خصوصاً من ناحية انتشال الإنسان من الحالة البهيمية الغريزية إنجاز التعبير، وفي تجاوز مرحلة القبيلة وارتباطه أيضاً ببناء الدولة والأمة الجديدة. ربما من المهم أيضاً الانتباه إلى أن مشكلتنا ليست في سيطرة الفكر الديني، بل في عدم وجود فكر ديني أساساً. فالتيارات الإسلامية السياسية الحالية تتهرب من هذا المصطلح لأنها لا تريد فكراً دينياً، وهذا مرده إلى أنها في معظمها لا تؤمن كثيراً بقضية الفكر، لأن الفكر الديني بوصفه فكراً يؤدي إلى الفلسفة. السؤال التاسع: هل يمكن للإسلاميين تجاوز عدد من الإشكالات الأولية والمتكررة التي تهدم أي حوار سلفاً بين الإسلاميين والليبراليين؟ لا يمكن في اعتقادي للحوار أن يكون ناجحاً إذا ما كان أساسه ومرتكزه الفقه الديني، خصوصاً أنه قد حل في الإسلام بين قوسين السني محل اللاهوت، ما أدى إلى إلغاء الفلسفة والفكر. ربما من المفيد أيضاً هنا التذكير بأن الإيمان حق للإنسان الفرد، والكفر كذلك. هذا هو المفهوم الحقوقي، لكن مفهوم الواجب يلغي فكرة الحق ويحول الواجب إرغاماً، والإجبار المادي يسقط الواجب الأخلاقي ويلغي الضمير الشخصي. السؤال العاشر والأخير: هل هناك تجارب توضح إشكالية العلاقة بين الإسلام والليبرالية؟ تركيا دولة علمانية ديمقراطية لا تختلف بالعموم عن الدول الحديثة إلا بشكل جزئي ونسبي، على الرغم من جوانب القصور التي تعتري تجربتها والتجاوزات التي تحدث في محطات مختلفة. ولا يغير من هذه الحقيقة وجود حزب ذي مرجعية إسلامية في الحكومة أو السلطة. فهناك معياران أساسيان متوافران في الدولة التركية، هما: الأول، التساوي القانوني في المواطنة بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الجنس أو العرق. الثاني، دولة حيادية غير أيديولوجية نسبياً، بمعنى أن الدولة غير مطبوعة بأي ملمح أيديولوجي أو ديني، وتقف أجهزتها نوعاً ما على مسافة واحدة من جميع الأيديولوجيات والمعتقدات والأديان والأحزاب والجماعات، بما يجعل منها دولة وطنية لجميع مواطنيها أياً يكن الحزب الحاكم أو الممسك بزمام السلطة. الليبراليون العرب يتعاملون في الغالب الأعم مع تركيا أو ينظرون إليها بوصفها دولة إسلامية، وهذا غير صحيح، فهم محكومون برؤيتهم الأيديولوجية المعتقدية التي حولوها إلى دين متطرف. كذلك يتعامل الإسلاميون العرب مع تركيا بوصفها دولة إسلامية بحكم وجود حكومة إسلامية على رأسها، وهذا في اعتقادي ينم عن رؤية قاصرة. هنا يتمنى المرء على القوى الإسلامية أن تتعلم بعض الشيء من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، إن أرادت أن تكون ابنة الواقع والعصر وأن يكون لها دور إيجابي في مستقبل بلدانها. إن سر النجاح النسبي لتركيا مقارنة بدول المنطقة هو دولتها العلمانية الديمقراطية بشكل أساسي. في الختام، يمكن القول بوجود وحدة عامة في الثقافة السياسية عند أغلبية المعنيين بالفعل العام
من مثقفين وسياسيين في المنطقة العربية، على الرغم من الاختلافات الظاهرة في الأهداف والتوجهات السياسية، فالعناصر المشتركة في هذه الوحدة هي التي تصوغ رؤى ووجدان الجميع، بما يجعل التباينات محدودة أو قليلة الأهمية أو شكلانية لا تطال الجوهر. إشكالية ضعف الثقافة الديمقراطية ليست إشكالية هذا التيار أو ذاك، أو إشكالية حزب سياسي بعينه، أو إشكالية أيديولوجيا ما دون الأيديولوجيات الأخرى، أو إشكالية سلطات مستبدة فحسب، بل هي إشكالية عامة أو داء عام يطال جميع التيارات والأيديولوجيات والأحزاب. إنها بالأحرى إشكالية ثقافة سائدة مضادة للقيم والمبادئ والآليات الديمقراطية. شكرا لكم. شكرا دكتور حازم على هذا العرض الطيب. لدينا الآن استراحة في القاعة لمدة 5 دقائق، ثم نعود للجلسة الأولى إن شاء الله.